هو الشقة اللي سفاح الجيزة دفن فيها الجثث، في حد سكن فيها لحد دلوقتي؟ سؤال مهم بيدور في دماغ ناس كتير عن قضية سفاح الجيزة. جاوب عليها من فترة محامي أحد الضحايا وكشف تفاصيل جديدة هتسمعها لأول مرة، زي إن سفاح الجيزة دفن مراته في أوضة وصديق عمره في الأوضة اللي جنبها، والراجل اللي أجر منه الشقة فضل قاعد فيها حتى بعد ما عرف إن في جثتين مدفونين جوه. وده الغريب، إن في حد سكن في الشقة فعلا، وهي أسرة مكونة من أب وزوجته وبنتهم الصغيرة. واللي حصل إن بعد ما قذافي فراج أو سفاح الجيزة ارتكب جريمته سنة 2015 وقتل زوجته وصديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، دفنهم جوه الشقة وحط كل واحد فيهم في أوضة، وبعدها جدد الشقة وعرضها للإيجار بسعر مغري جدا، وجات الأسرة دي وأجرت الشقة وسكنوا فيها. لكن المفاجأة إن حتى بعد ما عرفوا إن الشقة مدفون فيها جثتين ما قدروش يسيبوها، لأنهم ما عندهمش مكان تاني يقعدوا فيه، وفضلوا ساكنين في الشقة مع الجثث لحد ما النيابة تيجي تطلعهم وتدفنهم. قصة قذافي فراج أو سفاح الجيزة باختصار هي واحدة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها. الجريمة الأولى، سفاح الجيزة كانت بعد ما قرر يتجوز سيدة وهو في نفس الوقت على علاقة بأختها في السر اللي كان اسمها نادين السيد. وطبعاً بعد ما عرفت نادين إن هو بيخطط يتجوز أختها هددته إنها تفضحه لو فضل مصر على قراره، فقرر إن هو يتخلص منها وقال لها طب تعالي نتقابل في الشقة ونتفاهم. وطبعاً نادين صدقته وراحت له، لكن غدر بيها وقتلها ودفنها في الشقة، وقال لأهلها إنها هربت مع منتج أفلام من أصل سوري فرنسي، وده لأنها كانت بتحلم تكون عارضة أزياء. أما الجريمة التانية كانت سنة 2012 وهو صاحب عمره المهندس رضا محمد عبد اللطيف اللي كان بيشتغل في السعودية، ولأنه كان عنده ثقة كبيرة في فراج قرر إن هو يستثمر فلوسه معاه. وسنة 2015 رجع رضا عبد اللطيف من السعودية وطالب بفلوسه، ففراج قال له جملته الشهيرة عدي عليا في الشقة نتفاهم، ولما راح له ضربه بحديدة على دماغه وبعدها حط جثته في كيس أسمنت ورماها في حفرة على عمق مترين كان حفرها في الأوضة عنده، وبعدها خد موبايله وبعت رسالة لمراته وقال لها إن الشرطة قبضت عليه في مظاهرات علشان طبعاً ما تدورش عليه. أما الضحية التالتة فكانت زوجته اللي خدت منه 400,000 جنيه علشان كانت خايفة يتجوز عليها، وبعد ما صالحها رفضت إنها ترجع له الفلوس راح قتلها بنفس الطريقة اللي قتل بيها صاحبه المهندس، بس الفرق إن هو قطعها أجزاء وحطها في التلاجة وبعدها دفن جثتها في الأوضة اللي جنب الأوضة اللي دفن فيها جثة رضا. وفي الوقت ده قذافي فراج كان منتحل شخصية المهندس رضا عبد اللطيف وباع كل ممتلكاته اللي في القاهرة ولم حاجاته كلها وسافر على اسكندرية وفتح هناك محل أجهزة كهربائية باسم رضا عبد اللطيف. بس قبل ما يسافر لاسكندرية جدد الشقة اللي دفن فيها مراته وصاحبه وأجرها وعاشت فيها عيلة لمدة 4 سنين وهم ما يعرفوش إنهم بيمشوا على الجثث. أما بقى الضحية الرابعة كانت موظفة اشتغلت عنده في محل الأجهزة الكهربائية اللي فتحه في اسكندرية سنة 2017 وكان اسمها ياسمين نصر إبراهيم، قال لها إن هو بيحبها وعاوز يتجوزها ونصب عليها وخد أوراق شقتها وباعها. وطبعاً بعد ما ياسمين عرفت راحت وواجهته وطلبت بفلوس الشقة اللي باعها، فعرض عليها إنها تاخد أجهزة كهربائية من عنده بدل الفلوس، وراحت ياسمين تاخد الأجهزة فعلاً، لكن قذافي فراج كان مستنيها وقتلها ودفنها في المحل. وسنة 2019 دي كانت بداية النهاية لما اتجوز فراج مرة تانية من سيدة اسكندرانية، لكن برضو انفصل عنها بعد فترة وسرق ذهبها وهرب بيه. ولما جه فراج يبيع الذهب حظه وقع في سايغ كان يعرف مراته وكان عارف ان الذهب اتسرق منها وكان عارف ان ده طلقها، فاتصل بيها وقال لها. ووقتها فراج كان بيبيع الذهب على مراحل، ولما راح تاني مرة
طريقته بلغت عنه واتقبض عليه في 2020. وفي نفس الوقت أهل المهندس رضا عبد اللطيف الحقيقيين كانوا بيدوروا عليه، فوصل لهم إن هو اتقبض عليه في اسكندرية، فبعتوا له محامي. لكن المفاجأة كانت لما راحوا ولقوا إن ده مش رضا، وإن ده منتحل شخصيته. وبدل ما القذافي كان هيتحكم عليه بتهمة السرقة فقط، بدأت الشرطة تحس إن هو مخبي حاجة، ودورت على رضا عبد اللطيف اللي منتحل شخصيته. لقوه مختفي من سنين وملوش أي أثر، ولما واجهوه اعترف فراج بكل حاجة، جرائم القتل والنصب والاحتيال والتزوير. وطلع معاه 10 بطايق بأسماء مختلفة، وطلعت الشرطة الأربع جثث، واتحكم عليه بالإعدام 4 مرات مقابل كل قضية قتل عمد ارتكبها، وخد حكم بالسجن المؤبد في قضايا التزوير والنصب والاحتيال. وقدم طعون كتير لكن تم رفضها كلها، ولحد دلوقتي ما تنفذش فيه حكم الإعدام. وتعرف باسم سفاح الجيزة،